سمية الله يخليك. فرحة عبد النبي. زكي شوية وش اسمه؟ فرحة عبد النبي. فرحة عبد النبي. شنو صرالك؟ جوني واحد جوج ديال الناس وتحاوزوني، جوني للدار وضربوني بسيف والعصام جوج حمالي. وهاد الناس كي كيجيوك؟ لا فامي ديالنا. ولاد عمك؟ ولاد عمي والله. ولاش ضربوك؟ على القضية ديال البلاد والأرض. شنو صرالكم؟ شنو قلت لهم على الأرض نتاعك؟ اليوم ديالنا وكل عام كيتعدوا علينا وداك الشيء، وعند السلطان هي عندها الخبر وداك الشيء باش يعني باش يخرجوا داك الشيء، وما كل عام كيزيدوا كل عام كيزيدوا ما كاش شي نتيجه. ما كاش شي نتيجه يعني يتعدوا على البلاد. لو تداو لك فين؟ في الدار. في الدار جاوني حتى الدار بسيف وبعصاو ضربوني ومشوا. تداو لك انت والمدام ديالك؟ واربعه ديال الوليدات. خلعوا لك الوليدات؟ ودابا مشدودين ولا هاربين؟ باقيين برا، مازال باقيين برا، مازال ما تشدوا. علمنا السلطه وداك الشيء مازال على برا. وبالنسبه انت شنو صراك في اليد ديالك؟ انا يا مهرس جوج تهريسات ومضرب للراس، داير 18 غرسه للراس. ضربوك بالسيف؟ واه بالسيف. واه ضربوني الدراع والراس. وشحال جلست في السبيطار؟ 10 ايام اللي ريحت في السبيطار. 10 ايام؟ دابا هما باقيين هاربين؟ باقيين على برا. واه هاد البلاد جايه في عين بني مطهر. عين بني مطهر. واه وشنو كتطلب دابا انت؟ نطلب من السلطات باش تحصل على هاد الناس يقبضوهم، وراه هاد الشي راه واقع بحال الارهاب يعني، راهم جاو هاجمين عليا. دابا تداو لك انت كتطلب غير الامان؟ دابا باغي نطلب غير الامان يعني باش هاد الناس يتربوا. هادو